اقتحمت الملعب متجاوزة الحواجز المادية والبشرية التي تقف بينها وبين عناق من حارس مرمى الاستقلال حسن حسيني، وبديهي أنها لم تقدم على فعلتها لتخرج خالية الوفاض. الحسيني انتبه لمعجبته التي استبسلت للوصول إليه، فاتجه إليها في لفتة احترام لمشاعرها، ونسي أنه في إيران لفتته تلك تحتسب جريمة. حصانته الكروية لم تشفع له، ولم يكد يربط بكفه المطاطي الضخم على كتفها حتى انهالت عليه الشرطة نعراً ودفعاً. غليل حراس الاحتشام لم يشفى إلى أن أخرجوه من أرض الملعب ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه. وسط صيحات استهجان من الجمهور وصفتهم بغير الشرفاء، أما المعجبة الانتحارية فهرعت بما ظفرت، عائدة إلى المدرج بين قريناتها اللواتي استقبلنها استقبال البطلات.